الخارجية الإيرانية. معذرة دكتور محمد، أعتذر منك مقدما على ما سأقوله بصيغة الاستفهام، لكن لماذا لا أحد يصدقكم فيما تقولونه في المنطقة عموما؟ هناك الكثير يصدقون إيران، إيران لديها مصداقية، لكن البعض لا يريد أن يصدق. هذا هناك فرق وتفاوت كبير بين الموقفين. أنا أعتقد بأن إيران لحد الآن لديها مصداقية، لكن البعض في المنطقة لا يقبل، يعني لا يقبل التصديق ولا يريد أن يصدق. هو لا يريد، يعني منذ البداية هو لا يريد أن يصدق ذلك، لكن هذا الأمر يعود إلى هذه الجهات. لكن في نهاية المطاف هناك الكثير من العلاقات ربما تكون، لكن المشكلة الوحيدة الموجودة هو النهج الذي تتبعه طهران أو السلوك الذي تتبعه طهران. هذا السلوك هو غير مريح للكثير من الأطراف في المنطقة، لأنها تعتقد بأن لديها تصورات ولديها برنامج سياسي في المنطقة، والكل يعلم بأن هناك مشروع إسرائيلي في المنطقة ومشروع إيراني ومشروع تركي، وهذا المشروع الإيراني ربما لا يتوافق مع غالبية الدول العربية التي لا ترى بأن المشروع الإيراني مشروع إقليمي يستطيع أن يخدم المنطقة، على عكس ما تعتقده طهران بأن هذا المشروع هو مشروع موجه إلى الكيان الإسرائيلي، ويجب أن يقف الكيان الإسرائيلي عند حدوده المعينة. طيب. وأن تتغير النظرة والسلوك الأمريكي حيال منطقة الشرق الأوسط بالشكل الذي لا ترى فيه الولايات المتحدة إسرائيل أولاً في منطقة الشرق الأوسط. هذه نقطة في غاية الأهمية. لا. إيران تصر على أن لا تكون إسرائيل أولاً في منطقة الشرق الأوسط، وأن لا تفكر الولايات المتحدة أو البيت الأبيض أن لا يفكر بعقلية إسرائيلية. طيب. أو يتنفس برئة إسرائيلية أو ينظر إلى الشرق الأوسط بعين إسرائيلية.